فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع الحجارة في المساجد بقصد التيسير على المتيممين؟ هذا تكلف، هذا تكلف، ما يوضع حجارة لأجل والحجارة ما يتيمم عليها، كيف يتيمم على حجارة؟ حجارة ما يتيمم عليها، يتيمم على تراب يخرج من المسجد، أو إذا وجد غبار على الجدران المسجد يتيمم بها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.